عليكم العافي متابعينا الأكارم، حلقة جديدة من عليكم العافي تناقش أحد المشاكل الشائعة في سوريا، وهو الكساح ونقص فيتامين د عند الأطفال. في هذه الحلقة نستضيف الدكتورة منار إسماعيل، اختصاصية في طب الأطفال، للحديث عن هذه المشكلة وبعض النصائح الغذائية والدوائية والتشخيصية لتشخيص هذا المرض لا سمح الله في حال وقوعه في العائلة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وفرصة سعيدة استضفناك نحن معنا، وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. مراسلين قناة حلب اليوم في زياراتهم الميدانية للمراكز الصحية التقوا مع أحد الأطباء وصوروا التقرير، بنشوفه وبنرجع لنقاشنا. الأطفال الذين يراجعوننا كثير من الأهل لا يعرفون أن لديهم نقص فيتامين د، يأتي بصور مختلفة. حوالي نسبة 5% من المراجعين إلينا يوميا لديهم أعراض مختلفة لنقص فيتامين د، هي شائعة جدا في هذه الفترة، خاصة فقر الدم بنقص الحديد أو فقر الدم صغير الخلايا، سببه الأكثر شيوعا هو نقص الحديد، وحالات فشل النمو الناجم عن سوء التغذية. تحليل يتوفر لدينا تحليل الكالسيوم فقط. التحليل الذي نشخص به عادة نقص فيتامين د هو مستوى الألكالين فوسفاتيز في الدم، غير متوفر لدينا، لا يوجد تزويد منتظم بهذه الداعمات، لا يوجد تزويد منتظم ومدروس بهذه الداعمات. دكتورة، مثل ما تفضلتي وشفتي حضرتك، يعني الطبيب عم بقول في حالات عم تمر لعنده كساح نقص فيتامين د، وسائل تشخيصية أكيد ما في، مكملات غذائية مثل ما شفتي ما أنا مستمرة. خلينا نبدأ بتعريف الكساح، ما هو الكساح؟ الكساح عبارة عن مرض عظمي ينجم عن نقص في التعظم اللي هو ترسب الكالسيوم في العظام. تمام. السبب الرئيسي له هو عوز فيتامين د، بالإضافة للأسباب الأخرى اللي هي نقص الكالسيوم أو الفوسفور. الكساح هو يعني مرض أصبح منتشر، مع أني كانت فترة كان فيه انتشار وخاصة في البلدان المتقدمة، وبعد هذا الشيء في فترة الثورة الصناعية بسبب الدخان ومصانع وكذا، بعد ذلك تلافوه بتدعيم الأغذية بمكملات فيتامين د. المرض هو بيستهدف العظام النامية، لذلك بنلاقيه أكثر شيوعا بمرحلتين عمريات اللي هي فترة الطفولة المبكرة منذ الولادة وحتى عمر السنتين، والفترة اليافعين اللي هي بفترة النمو المتسارع. المرض سببه عوز فيتامين د. بس خليني في نقطة، قلت نقص التعظم، ما تقصدين في التعظم؟ التعظم اللي هو ترسب الكالسيوم، توضع الكالسيوم في العظام. تمام. حتى تكبر الفيتامين يعني. تمام. فيتامين د مهمته ان يساعد في امتصاص الكالسيوم من الامعاء. تمام. فلما ما في فيتامين د ما راح يتم امتصاصه وتوزيعه وتوضعه في العظام ونموه بشكل سليم. تمام. معناتها العلاقه وثيقه بين فيتامين د والكالسيوم. علاقه وثيقة. جدا. تمام. بدون اثنين ما بيشتغلوا. تمام. هل الكساح اسم اخر؟ ممكن احنا نسميه الخرع. تمام. الرخد. تمام. الريكتس اللي هو تمام. صار لي زمان ما سمعت الكلمه من ايام سوريا. الخرع ولا الرخد؟ الرخد. طيب دكتوره، كمصادر فيتامين د الان ما هي؟ فيتامين د تقسم مصادره الى قسمين، في عنا المصدر الغذائي والمصدر الثاني اللي هو الاشعه الشمس. تمام. المصدر الغذائي اللي هو متواجد في الحليب ومشتقاته، في اللحوم، في السمك، لكن بشكل قليل. المصدر الغذائي الأكثر يعني توافر فيه فيتامين د هو السمك، وللأسف مثل ما بنعرف أنه هو غير ثابت بالنسبة لطعام أطفالنا. هذا هو المصدر الغذائي، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه في أخذ الوارد الكافي من فيتامين د. المصدر الثاني اللي هو الأشعة الشمس. أشعة الشمس مع الأسف أيضا يجب أن تكون هناك مواصفات جيدة لكي يتم امتصاص فيتامين د. دكتورة بدي أقاطعك قبل ما ندخل لموضوع أشعة الشمس، تفضلت حضرتك عن موضوع السمك، الطون المعلب والسردين يعطي كفاية من فيتامين د؟ ممكن، ولكن إذا كان طازج أطفال، بالإضافة أفضل. للكمية وبالإضافة لتوفره بشكل أسبوعي، يعني تماما. هذا تقريبا تماما. ما هو متوفر. طيب. بالنسبة للأطفال، بالنسبة لأشعة الشمس دكتورة،
قلت في مواصفات محددة. أشعة الشمس بالبداية أول شيء في عنا المدة، يعني مدة التعرض يجب أن تكون كافية. بتختلف المساحة الجسم، أنا عم بعرض طفلي للوجه فقط، عم بيتعرض بس الوجه ولا الكامل الجسم؟ يعني الوجه والأطراف على الأقل. فإذا كان الوجه واليدين فيجب أن تكون اللي هي تقريبا مساحة 12% من مساحة الجسم. فلازم تكون تقريبا المدة 30 دقيقة. بينما ممكن تكون 10 دقائق كافية في حال الوجه والأطراف، ممكن تكون كافية. النقطة الثانية هي الفترة الزمنية، يعني أنا أي فترة هي الأمثل لتعريض الطفل للأشعة الشمس؟ الفترة المثلى هي بين 11:30 لل3:30 الوقت من 11:30 صباحا وحتى بعد الظهر 3:30، هي الفترة المثالية. بتلعب عوامل أخرى، الطقس، حالة الطقس، يعني في الشتاء إذا كان في سحب، إذا كان في، فهذا بده يحجب وصول أشعة الشمس. الفصل، يعني مثلا أكثر الشيء بيكون بين أيار لأيلول. الزجاج بيمنع اختراق أشعة فوق البنفسجية أيضا، ممكن يكون عائق. يعني في كتير عوامل، التلوث، الدخان. فلذلك أيضا أشعة الشمس لا يمكن التعويل عليها في أخذ المصادر الكافية من فيتامين دال. يعني أنا بسمع هيك، كنت أسمع أن الولد إذا عنده هيك موضوع أنه شلحوه بالحفوضة، بتقول المرأة، وحطيه على البرندة على البلكون على الشباك يشوف الشمس، هذا الكلام صحيح؟ الكلام صحيح إلى حد ما. في نحن عنا مشكلة وكتير تتوارد على العيادة، هي أني أنا بدي أعرض طفلي لأشعة الشمس خاصة بفترة الوليد. تمام. فبتلاقي أن الأهل بيكون ملفلف الطفل ومعرض للشمس، ففوق في عنا هون خطورة للتعرض لحمى التجفاف. تماما. فالطفل الوليد ممكن نحن نعرضه ولكن بشكل مدروس، يعني مثل ما حكينا الفترة الزمنية، الوقت، مراعاة عدم يكون ملفوف ما يسموه بالإنداء، يعني فهذا بده يعمل له زيادة في التعرق، وبالتالي ممكن يوصل لمرحلة التجفاف. تمام تمام. طيب دكتورة، لا سمح الله صار نقص فيتامين دال، بدأنا في موضوع الأعراض أو مظاهر سريرية، شو المظاهر بنشوفها عند الطفل؟ المظاهر السريرية بتختلف حسب العمر. هلأ نحن ممكن نشوفها من فترة الوليد، وهون بيكون السبب نقصه في عند الأم الحامل، يعني فلذلك كمان نحن بدنا نحكي بالمعالجة أني لازم الأم الحامل تأخذ كفايتها من فيتامين دال. عند الوليد ممكن تكون أحيانا غير عرضي، يعني إذا كان النقص بسيط فممكن ما يتظاهر بأي أعراض، وممكن تتطور لموضوع تظهر أعراض نقص الكالسيوم اللي هي الرجفانات، التشنجات عند الطفل، زرقة، إقياء، أحيانا ممكن توصل للاختلاجات. هي بالنسبة لفترة حديث الولادة اللي هي الشهر أو 40 يوم الأولى من حياة الوليد. بالنسبة للرضيع الأكبر سنا، هون بتبدأ تظهر أعراض تنقسم لشقين، نقص المقوية العضلية أو التشوهات الهيكلية. طبعا هي بتجي على مراحل، يعني أول ما بتبدأ بتلاقي أن في نقص مقوية، الطفل في عنده تطبل بطن، في عنده تبارز بطن، لأن العضلات يعني رخوة. بعدين بتبدأ بقى بتظهر الأعراض في العظام، فبتلاقي في عنا بالجمجمة بيكون في ليونة، بيكون في تأخر في اليافوخ، بيكون واسع اليافوخ اللي هي الفتحة اللي برأس الطفل، بيصير في تسطح، بعدين بيصير في ممكن في كان هلأ صورة أني كمان بنشوف هالصورة بنشوف. طيب دكتورة، خلينا ناخذ فاصل وبنرجع بنشرح على الصورة تكملة الأعراض. متابعينا الأكارم، بعد الفاصل يعني سنتابع في الحديث عن نقص فيتامين دال ومرض الكساح، ابقوا معنا بعد الفاصل. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. قبل الفاصل تحدثنا عن الكساح، ما هو أسبابه ومصادر فيتامين دال، وبدأنا في المظاهر السريرية. دكتورة، نكمل مع المظاهر السريرية في الصورة. كنت عم تقولي للدكتورة بعض المظاهر اللي بتظهر عند الطفل في حال لا سمح الله صار نقص فيتامين دال. فيك دكتورة تفضل. تمام. هلأ بالنسبة لمرحلة الرضيع نحن عم نحكي. تماما. بفترة الرضيع بتبدأ الأعراض بنقص المقوية العضلية بالبطن، بنلاقي في تبارز وتطبل. تمام. بتظهر الليونة في الجمجمة، اليافوخ اللي هو الفتحة مثل ما قلنا بتكون واسعة.
بالقفص الصدري في غضاريف الاتصال، بتكون الغضاريف اللي هي عند مقدمة الصدر بتبقى في تضخم، فبتعطي منظر مثل السبحة الضلعية، نسميها السبحة الضلعية. تمام. بالمشاش، مشاش العظم اللي هي نهايات العظام الطويلة، تمام، عظم اليد، عظم اليد، عظم الكاحل، فبتلاقي في تضخم كمان في المشاش. الأكثر وضوحا بالنسبة للأهالي اللي هو تقوس الساقين والفخذين، أكثر شيء بتلفت انتباههم أكثر من المظاهر الأخرى. عدا عن تأخر في اكتساب الوضعيات في سن مثلا الجلوس، تأخر وضعية الجلوس، تأخر الوقوف، تأخر المشي، أيضا هي بتجينا بالأهالي بهي الشكايات أكثر شيء، أو مثلا تأخر بزوغ الأسنان. هلأ في نقطة بالنسبة لتأخر بزوغ الأسنان أو الجلوس، في مفاهيم خاطئة عند الأهل إن كل حالة تأخر بزوغ أسنان فهي نقص كالسيوم، تمام، ونقص فيتامين د عند الأهالي، تمام، عند الطفل. كمان بالنسبة للجلوس والوقوف، هل عرض إذا كان معزول لوحده يعني بس تأخر بزوغ أسنان، فممكن لا أن يكون في أسباب أخرى، ممكن يكون سبب فيزيولوجي، تمام، يعني طبيعي، أحيانا عوامل وراثية. فغير كافي لتشخيص نقص فيتامين د والكساح، تمام، لازم أن يكون في عنا مجموعة من التظاهرات السريرية. طيب قبل ما نحكي عن يعني بعض مثل ما خلينا نحكي معتقدات خاطئة عن الكساح، حضرتك عم تفضلي عن موضوع بعض الصور أو بعض العلامات التي تظهر على عظام البطن، الجمجمية، القفص الصدري وغيره، تشخيصها كيف دكتورة هاي أنت شخصية يعني؟ التشخيص طبعا في البداية سريري، بدي أشتبه أنا طفل إجاني في عنده بعض هاي العلامات، فالتشخيص الأكيد هو بنلجأ للمخبر، تحليل طبعا. الشيء المشخص هو فيتامين دال، معايرة فيتامين دال، بيكون أحيانا في نقص كالسيوم، مو بالضرورة يكون في نقص كالسيوم، في نقص فوسفور كمان أحيانا، في ارتفاع بالفوسفاتاز القلوية بيكون. إذن المشخص له نقص فيتامين دال، بس التشخيص هو معايرة فيتامين دال، فيتامين دال كمخبرياً. هل مخبرياً هناك طرق أخرى للتشخيص؟ التشخيص الشعاعي، تمام، التصوير أكثر شيء بيدلنا مثل ما قلنا، تصوير المشاش العظم، يعني أنا بأخذ صورة لمعصم اليد، تمام، بيظهر عندي في المشاش علامات في نقص الكالسيوم اللي هي تشرشر مثلاً العظم، بيكون في نقص في كثافة العظم، يعني علامات شعاعية هاي. يعني التشخيص يتطلب مخبر و تصوير أشعة. تصوير أشعة. طيب لنفترض جدلا عنا هالأمور هاي، هل يستطيع أي طبيب قراءة صورة الأشعة وتشخيص اللي تفضلت عنده هشاشة تصوير مشاشة العظام؟ قراءة الصورة طبعا أي طبيب ممارس عنده فكرة عن الصورة الطبيعية للعظام ممكن يميز أن هذا العظم غير طبيعي، ليس بالضرورة يكون طبيب مختص، لكن يكون عنده حد أدنى من يعني المعرفة بالعظم السليم الطبيعي الطبيعي، تمام، بالضبط. طيب لنفرض دكتورة حصل تشخيص وفي كساح، ما هي المعالجة؟ هلأ بتسمح لي بس قبل ما نبدأ بالمعالجة نحكي بالوقاية، يعني الوقاية بتهمنا، بتهمنا أكثر، لأني في حال وصلنا لهي العلامات اللي حكينا عليها اللي التقوس وكذا، فبيكون العلاج بطيء والاستجابة بطيئة ويعني بتاخد وقت. فنبدأ بالتطبيقات الوقائية لفيتامين دال. حكينا أن الغذاء غير كافي، تمام، الأشعة الشمس ممكن ما أضمن أنا أن الطفل يتعرض بالكمية الكافية وبالوقت الكافي، تغذية الطفل تعرف يعني ما هو أني دائما الغذاء هو متوفر، خاصة مثل ما حكينا السمك بأنواعه، تمام، الإرضاع الطبيعي، الإرضاع الوالدي بالرغم من كل مزايا لكن فقير بفيتامين دال، الإرضاع الصناعي أيضا لا يفي بالغرض، فلذلك لابد من إضافة فيتامين دال للطفل من الولادة وحتى عمر سنة ونص سنتين. هاي طبعا لحاله، عقار لحاله، دواء لحاله، دواء فيتامين دال. كل الدول المتقدمة ودولنا تم إضافة فيتامين دال بشكل مكمل، تجي بشكل نقط، بنعطي للطفل 4 نقط طبعا حسب الشركة المصنعة، بس المتوافر في سوريا وتركيا حاليا هو 4 نقط كل يوم، جرعة واحدة في اليوم. الأحيانا بيجيني الطفل مثلا عمره منيح يعني 6 شهور 7 شهور، فالبداية بالنقط ممكن ما تكون كافية، فممكن ألجأ لجرعة أعلى، أو ممكن ألجأ للإعطاء الحقنة، الحقنة سواء كان العضلية أو الشرب، ممكن شرب امتصاصة جيد أيضا. هاي بالنسبة للوقاية، إذن لابد من تدعيم بفيتامين دال، وما ننسى كمان بالنسبة للأم الحامل، يعني عفوا الحامل قبل الولادة أيضا يجب أن تكون أخذت مكملات فيتامين دال وكالسيوم عشان ما تظهر الأعراض بفترة الوليد. نرجع للمعالجة، تمام،
المعالجة حصل كساح، لابد من غذاء متوازن، تمام، لابد من التعرض لأشعة الشمس بالإضافة للمعالجة بالدوائية. العلاج هو بفيتامين دال مثل ما حكينا، أني في عندي أنا الحقنة، الحقنة كافية اللي هي جرعتها 300,000 أو 600,000، 600,000 عادة نعطي للعلاج، وننتبه أن هاي الجرعة هي جرعة سمية في حال الطفل ما مصاب، جرعة سمية في حال كان الطفل ما مصاب، في حال الطفل ما مصاب، في عنا حالات زيادة الجرعة ربما يصير عنا. بالضبط، أنا زيادة الجرعة هلأ بنحكي فيها، لكن قبل هالموضوع دكتورة بالنسبة لها المعالجي، إذا تعالج الطفل يعود طبيعي؟ حسب السن اللي أنا تشخص فيه المرض، يعني في حالات ممكن تتطلب لتداخل جراحي، بيكون التشوهات الهيكلية أصبحت في مرحلة متقدمة، فالعلاج بفيتامين دال ومكملات الكالسيوم والفوسفور ممكن تكون غير كافية، ممكن نلجأ للتداخل الجراحي. بحب نوه كمان لموضوع أن الأهل بيعتقدوا أني ممكن أنا مجرد عطيته الإبرة للطفل فلازم فورا العظام تتقوم ويكون التحسن، يعني التحسن الشعاعي 4 أسابيع، يعني شهر شهر ونص ممكن يكون، بينما التحسن السريري ممكن يحتاج 3 شهور على الأقل، بينما الطفل يطول ويتمدد العظم ويرجع يتوازن. طيب بحكم عملك دكتورة، في كتير أكيد من المعتقدات الخاطئة عن مرض الكساح أو تناول فيتامين دال أيضا الجرعة الزائدة، شو نصائح في الموضوع؟ نصائحنا للمشكلة أني نحن الناس بيتداولوا الفيتامين دال بشكل يعني عشوائي، تمام، فبتلاقي الطفل أني عنده قصر قامة هاي إبرة طول، فبيكون أخذ له كذا إبرة، حتى بوصف يعني ما بدنا نقول أطباء، يعني ممكن يكون اللي بتداولوا المهنة بشكل غير نظامي، أني إبرة كل شهر، فطبعا هي تعتبر جرعة سمية، يعني جرعة في سوريا 600,000 وحدة تعتبر جرعة سمية إذا كان الطفل ليس لديه عوز بفيتامين دال، تمام. فلازم ننتبه لهي النقطة، أني ما يتم تكرار إعطاء فيتامين دال إلا باستشارة الطبيب، حتى بالنسبة للمعالجة، حتى بالنسبة للتطبيقات الوقائية يجب أن تكون باستشارة الطبيب. الجرعة السمية دكتورة شو الأعراض تبعيتها؟ يعني شو الجرعة السمية ممكن ما تظهر سريريا على الطفل إلا بمراحل متقدمة، لكن ممكن تعمل زيادة كلس البول وبالتالي تترسب التكلسات، يصير تكلسات بالكلية وتظهر الأعراض من يعني فشل بالكلوي حتى أحيانا. عند ذكرتي حضرتك أنه أحيانا عم يأخذوها مشان موضوع قصار القامة، فهون كيف تكون الأعراض السمية؟ ايضا تكلس في هلا بالنسبه للكبار، الاطفال الكبار لا ما راح يكون في اعراض سميه، بس يعني كمان انا اذا الطفل انا ما راح يستفيد من الابره فليش لا اعطيها، عملنا يعني خلل توازن في كل يعني شيء. هو معتقد خاطئ ان هاي الابره بتؤدي للطول، لا بس هي فعلا بسن اليافعين بحاجه، بس بدون ما يكون في يعني مبالغه بالاعطاء. طيب حكيت دكتور عن موضوع بزوغ الاسنان، احيانا براجعوك الامهات انه ابني اسنانه ما طلعت ففي نقص فيتامين دال، في قلتي لي ممكن تكون أسباب تانية؟ حكينا أني هو بزوغ الأسنان، تأخر بزوغ الأسنان كعرض وحيد فهو لا يعبر بالضرورة عن عوز فيتامين دال، ممكن يكون أسباب أخرى، أسباب فيزيولوجية، فكذلك بالنسبة لتأخر الجلوس، تأخر الوقوف أو المشي، إذا الطفل ما عنده أعراض فما هو في داعي لأعطي أنا جرعة علاجية، يعني من الضرورة التطبيق الوقائي ولكن الجرعة العلاجية الكاملة غير ضرورية. طيب حدي بالعيادة سألك دكتورة، نحن في العيلة كلنا الأولاد الصغار بيجوا معهم كساح، معناتها الموضوع وراثة؟ بالنسبة للأسباب أنا يمكن ما حكيت عن الأسباب المرضية لأن هي نادرة، يعني تمام. هو هدفنا بهاي الحلقة حسب التقرير هو أكمل أنا أعطي الطفل مكملات، أوجهه لحتى يأخذ تغذية متوازنة، تعرض للشمس كذا. الأسباب المرضية نادرة طبعا، هي في أمراض مثل مثلا أسواء الامتصاص، في تليف الكيسي، في حالات الطفل بيكون أخذ أدوية كتيرة، أدوية مضادات الاختلاج، فهي بيكون في عنده حاجة زائدة لفيتامين دال، بالإضافة لمثل ما تفضلت حضرتك الكساح الوراثي، ولكن هي أمراض نادرة جدا، يعني ما لازم نأخذها بالحسبان إلا في مراحل، يعني في حالات معينة، يعني عدم استجابة لفيتامين دال مثلا، عدم استجابة للعلاج، حتى نلجأ للفحوصات المخبرية المشخصة للموضوع. يعني الفحوصات المخبرية مختلفة عن نقص فيتامين دال، هناك تشخيصات نوعية لهذه الأمراض، في تشخيص نوعي الأمراض، في تحاليل نوعية. طيب دكتورة حضرتك عم تشتغلي في مركز هنا في عنتاب يخص السوريين، يعني
فيك تحكي في دقيقتين شو الخدمات اللي بتقدموها حتى اللي عم يشوفونا يقدروا يستفيدوا منها؟ طبعا انا تعرفت عليك لما جبت صغيري بدي القحها عندك. هلا هي عيادات اطباء عبر القارات، انا بشتغل فيها كطبيبه اطفال في العياده. الخدمه اللي بتقدمها، في عنا عيادتين اطفال، في عنا مركز اللقاحات. اللقاحات طبعا المركز اول شيء مرخص هو من من الصحه التركيه، وبيتم دعمنا باللقاحات من ايضا الصحة التركية من المستودعات، يعني نفس اللقاحات بنفس البرنامج عم نمشي عليه. حاليا هاي الخدمة الموجودة، في مشروع ان شاء الله ان يتم افتتاح عيادات نسائية قريبا ان شاء الله. ان شاء الله معناتها موضوع اللقاحات عندكم لقاحات نظامية، اللقاحات حسب البرنامج التلقيح التركي. حسب برنامج التلقيح التركي. الله يعطيكم العافية دكتورة، وشكرا لحضورك معنا. شكرا. إن شاء الله في حلقات قادمة أو في ظواهر لاحظناها نستدعيك مرة أخرى، يعني أنت كريمة والمشاهدين بيستاهلوا. تسلم. شكرا. وأنا كثير انبسطت باستضافتكم، وإن شاء الله نكون قدمنا خدمة مفيدة إن شاء الله للناس. المريض أولا. إن شاء الله. المريض أولا. متابعينا الأكارم عليكم العافية، ليس على التلفاز فقط نصف ساعة كما أقولها دائما. نحن على صفحة الفيسبوك موجودين بشكل دائم، لكن هناك ملاحظة على موضوع صفحة الفيسبوك. مخصص البرنامج مخصص وصفحة الفيسبوك لمناقشة ظاهرة صحية انتشرت أو طرأت أو لوحظت في أحد المناطق، مثلا الكساح. الحلقة الماضية كانت عن الحمى التيفية، وموضوع أحيانا تردنا على الصفحة أسئلة أو استشارات عن دواء ما هو البديل أو حالة مرضية، الصفحة غير مجهزة للرد على هذه التساؤلات. الصفحة لمناقشة قضية عامة تهم منطقة معينة لاستضافة الخبراء، تسليط الضوء عليها، إيجاد حلول تلائم الواقع وموجودة. دمتم بخير، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.